سكسس ستوري. اهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم في الجزء الاخير من سكسس ستوري. ضيفنا اليوم لو سيو دو افيوناف فؤاد الكامل. فؤاد توا باش ندخلوا للسال دوبيراسيون، حاضر؟ تفضل. مرحبا. سال دوبيراسيون. سال دوبيراسيون. فؤاد، اذا كنت قدمنا توا افيوناف اون كيلكو شيفر، قداش من بلدان تتعاملوا معاهم، قداش من طياره تم تصديرها؟ والله افيوناف يعني توا قاعدين نحسبوها مش هي شركه تونسيه، لكن شركه ملتي ناسيونال بالنسبه لنا احنا. تقريبا يعني الاكيب نتاعنا نتاع سيلز يعني نشكرهم برشا، يحكيوا تقريبا باربع لغات في نفس النهار. تقريبا يحكيوا بالايطالي، بالفرنسي، بالانجليزي، بالعربي. على مهارات تونسيه. تونس كنا تونس، احنا كنا تونس. نبيعوا في العالم الكل، طياراتنا موجوده في العالم الكل. ما قلنا احنا هي خمس قارات معناتها؟ خمس قارات. هي الشركه قلت لك يعني كانت ايطاليه ولا تونسيه، تشتغل في ميدان الطيارات من عام 1000 في التسعينات. اذا يعني الحلفاء نتاعنا تو موجودين في امريكا، في استراليا، في فرنسا، في ايطاليا، في فرنسا، ايطاليا، اسبانيا، في اسيا، في نيوزيلندا. والحمد لله فتحنا السوق الافريقيه بليبيا، جيبوتي، وتوغو. هذوما يعني دي فونت كونفيرمي سي بون يعني، ومازال الخير قدام ان شاء الله. حيل برشا. اذا كي نحكيو على افيوناف يعني نحكيو على كليونات بتاعنا، يقولون يعني انا زوز نوع طيارات هما مش نوع واحد. ومنهم نوع في اربعه كات فيرسيون. كليونات يجي يقولون طياراتكم احسن طيارات في العالم، حتى اللي عنده الافيون يعني الاوت. نحب نقنع بالالباس الاخرى، يقول لي لا مستحيل يكون فما طياره خير من الطياره هذه. واللي عنده الباس يقول لي مستحيل فما طياره خير من الطياره هذه. نحكيو على اريزونا، عندنا دي كليون امريكان، دي بورتوغي، دي فرونسي، يعني التيمونيج نتاعهم موجود على الواحد نتاعنا، وهذا يشرفنا برشا برشا برشا. لي تيمونيج كلهم مسجلين يعني، وناس تقعد تقام على السيت نتاع افيونا، تقام على السيت والباج فيسبوك نتاعنا. منهم واحد يعني امريكي يعني كي يدخل عنده في لونغار نتاعو عنده اربع طيارات منهم طيارتنا. هو يحكي يعني قال لك كي ندخل اللونغار نغزل الطيارات الاخرين ثلاث طيارات وبعد نمشي نركب في طيارتكم. في عامين عمل 500 لاندنج يعني سيد يعني ظهرني ما عنده ما يعمل، كان يحوس طياراتنا الاخر يعني ويقرب تقرب طيارتنا يعني في اريزونا، واحد في تكساس الاخر في اريزونا. البرتغي تو عنده ثلاث طيارات في اللونغار نتاعو من طياراتنا يعني الحمد لله. هذا يفخر لنا يعني. وافيوناف توا يعني حتى عملوا ليفاليسيون نتاعها قهوة تسوى فوق 6 مليون دو دولار. نحكيو كسافوار فيغ، كنو هاو يعني، كمادة شخمة، كونسيبسيون يعني. نحكيو على فوق 500 طيارة قاعدين يطيروا في العالم يعني من مصنوعين يعني. شيء فرح برشا. شيء والله شرف. شرف. ومسؤولية أكبر منه شرف، لأنه ما لازمكش توقف. بحوي. لكن في وقت ما وقت الكوفيد ضرب، الاول من اكثر السيكتور اللي تمسوا هو السيكتور نتاع الطيران. كيفاش افيوناف حاولت تتعدى الازمه هذه؟ والله افيوناف قويه بالناس، راه الناس يعني وقفوا وناسها صبروا. وجبنا يعني دي مارشي في وقت كوفيد، وصدرنا وقت كوفيد يعني كنا من الشركات القليله اللي صدر وقت الكوفيد طيارات وصنعوا. واحنا صمدنا في اقوى من الكوفيد. الكوفيد ما هو الا مرض يعني تعدى. و اي مي الكومبورتمون لي كونسوماسيون يظهر معناتها التوريزم وقف، الافياسيون دونك اوتوماتيكمون زاد كيف نقصت. نقصت اما كي تلقى عندك احسن طيارات في العالم ما توقفش. كي مثلا عندك احسن ما تصورش مرسيدس ما عادش تبيع يعني كرهبه في وقت كوفيد. الكرهبه زاد نقصت فما سخت. اما التوب يقعد ديما حي ديما يمشي. كما نقولوا احنا يرق الذهب وما يتقطعش. بالضبط. توا حاليا الافيوناف لانسيت زاد كيف كيف الطائره المروحيه دونك الهليكوبتر. لانسيت اللي سمعتوا بها هي هليكوبتر. هليكوبتر يعني طلب الحلفاء نتاعنا انه نصنعوا هليكوبتر، انه يحبوا على الهليكوبترات، اما خاصه الافارقه يقول لك يعني ما نحبش نشتري من فرنسا، ما نحبش نشتري من امريكا، نحب نتعامل مع فارقه كيفي. خاطر احنا افارقه. خاطر احنا افارقه وخاطر احنا توانسه. راهو يحبونا ونحبوهم برشا راهو. وما عندناش نزعه
نوعا ما استعماريه ان تشري وانت سوقي. لا احنا نحكيو معهم كبارتنير، انت بارتنير نتاعي، نطوروا مع بعضنا، نطوروا مع بعضنا، نطلعوا مع بعضنا، نعمل ترانسفير تكنولوجيك، نعطيك ما نشدش عليك حتى شيء، خاطر نعرف انت كي تطلع انا نطلع، فهمت؟ سي 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 هذه التوجه نتاع لي ديسيدور الافير قتو لي جون ديسيدور كلهم، ولا لي جون ديسيدور قال لك لا ما عادش نحب يعني لي فورنيسور هيستوريك، لا خاطر كي يجيني يبيع لي ويحط لي شروط. تونس لا يستنوا فينا صدقوني، يحتاجونا مش حتى يستنوا فينا، يحتاجونا بالرسمي، ولقينا الاحتياج هذايا، لقيناه في الهليكوبتر. قلنا لهم اوكي ما نجموش نصنعوا هليكوبتر، باش نجمعوا لكم هليكوبترات، وبدينا في المارشي نتاع تجميع الهليكوبترات على امل انه نعملوا كونسيبسيون، قاعدين نعملوا في كونسيبسيون نتاع دوتر هليكوبتر. ونصنعوا الهليكوبتر ونبيعوا ان شاء الله. دونك انتم جمعتوا على خاطر فما ديجا طلب، مش قلنا اجا نبداو نجمعوا ونلوجوا مارشي. في هذيك في الدرون. قلنا نعمل تصميم تاع درون، درون نحكيو درون تاع 8 متر او اكثر، يعني يطير فوق ال 20 ساعة. هذيك بدينا فيها انه نحضروا الدرون نتاعنا وبعد نبيعوا. تصنيع تونسي 100% ان شاء الله. يعني هو المستقبل نتاع الترونسبور في بالي انا 50% في السويد بطلوا ما عادش يعملوا لي زوتوروت باسكو الترونسبور شو دي ايريان درون. 50% من لي بيلوت في الجيش الامريكي هما دي بيلوت درون اللي قاعدين ترينيو تو. اذا المستقبل في الدرون، وتونس لو كان ما تفيقش كاداره، خاطر الشباب راهو الناس كل سنه نصنعوا في الدرونات ونحبوا كذا ونعرفوا كاداره، كان تونس كان في ما تفيقش بالشيء هذايا وتقعد في التحجر نتاعها، رانا باش نتعداو كما تعدينا ألف مره على القطار التكنولوجيا باش يفوتنا كالعاده، فهمت؟ فاتنا قطار التكنولوجيا في الكراهب، في التلافز، وفي التلافز نجمنا بعد طحنا في برشا حاجات. هذايا توا قطار جديد نتاع التكنولوجيا نتاع الذكاء الصناعي نتاع الدرونات، احنا كشركه افيونوف ركبنا فيه. واحنا كشباب يعني شركات اخرى زاد عملنا دي سبين اوف شركات اخرى، وكشباب يغلي قاعدين نركبوا فيه. اللي شدنا التالي هو جوست الحكومه ولا الاداره التونسيه اللي مازالت مش متفاهمه يعني. لازم عصا السحريه، لازم بوفر ماجيك حكيت عليه بكري نجيبوه ونضربوا به العقليه باش نبدل. عمليا انت كاي انتربرونور تتعامل مع الاداره، وقلت نتفهم كل شيء، لكن اذا كان جاء عندك البوفر انه فما حاجه ان نجموا تعاون باش نجم تربحنا اميال باش نجم تسهل الحكايه. والله اجى وزير سيد وزير التكنولوجيا، سيد وزير الصناعه، سيد وزير الماليه، تفضلوا نقعدوا في واحد في طاوله ونشدوا ليست نتاع حاجات ونفسخ فسخ فسخ فسخ. خلي الحريه، خلي ما يهمكش، ما تدعمش، ما تعطيش فلوس، ما تقولش لا، ما تقولش لا، سيب الانسان هذاك يخدم. خايف من عمليه ارهابيه بالدرون اللعبه هذيك، راك انت غلط، راك غلط، خاطر هذيك لعبه بصراحه يعني، والارهابي نجم دخلها وحده. سيب الناس تخدم، ما تقولهمش لا، وخلي الشباب تلقاو طريقهم للاسواق العالميه. راهو السوق العالمي طالب، السوق الافريقي طالب. انت كي يمشي يبدا بمشاكل، يبدا بتحديات، يبدا تراخيص، الاف تراخيص، الاف اوراق، ما عندكش حق، شو مدخلك؟ سي انت ظلمته. يعني هي فقط يعني جلسه ولا اثنين، فسخ 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 وتوكل على ربي. لهنا يمكن نكونفيرمي كلامك، لكن هاو في القانون نتاع الشونج لو تشونج الجديد يحبوا يخدموا عليه درافت، قعدوا حكاوا مع دي ستارت اب، حكاوا مع دي سونتربرونور وكل شيء، مي درافت البرويون اللي خرج ماهوش ما يتمشاش كيما الجلسه اللي عطات، معناتها اونتر نحكيو اونتر بعد التنفيذ ما يتبعش، خاطر كيف فما عباد باش تصادق على الحكايه وفما برشا حكايات اخرين باش يتبعوا. احنا صدق ساعي في كما نحكي كاداره وكحكومه بما فيهم الحكايه اللي قلتها تو، هذاك كل ما يهمناش، مش مسؤوليتي. انا قاري مثلا هندسه، انا تقني مثلا قاري تقنيه، راني انا قاري كيفاش نصنع، كيفاش نطور، كيفاش كذا، انا قاري ماركتينغ، كيفاش نبيع، نعرف شنو يهمني انا ونعرف انا شنو نجم نعاونك فيه. يجي نقول لك شنو تفسخ لي، شنو تنحي لي، شنو تنحي لي، شنو تنحي لي، وانت نحي تصرف هذيك مشاكلك انت، كيفاش تعدي قانون مجلس النواب مش من النواب، سي با مون بروبليم، سي تو بروبليم توا، غير تو بروبليم. انا راني عندي برشا حاجات نعملهم، وراهو الكل كي نخدموا يد في اليد، راهو شكون باش يربح؟ تونس تونس
راهو الشعب التونسي الاجيال التونسه جايين راهو يعني احنا نجم نوليو سويسرا نجم نوليو يعني هونغ كونغ في لحظات لانه احنا في قلب العالم. شو معناتها في قلب العالم؟ احنا توا التنقيزه تلقى روحك في اوروبا، افريقيا تستنى فيك كل سنه، بوابه افريقيا ننتمي للعالم العربي اللي فيه تقريبا 300 مليون فوق 300 مليون 400 مليون ساكن، نحكيو نفس اللغه ويحبونا برشا، ننتمي للعالم الاسلامي انه كي تمشي لباكستان يعني يقول لك السلام عليكم ومرحبا بك اخي وكذا. راهو احنا في قلب الميديتيراني، احنا البخسو بتاع سيفيليزاسيون، راهو لازمنا نفهموا الشيء هذا، لازمنا نستعملوه ونقدموا به. وما تقوليش يعني مصادق قانون ودا شنو، ما يهمنيش، مش مشكلتي مصادق قانون يجي يجي صادقوا شنو، واش لازم صادقوا قانون؟ انا نعمل جلسه برلمان وكذا وكذا، برلمان انت ضد التطور لا صح، نتوقع ربي نقدموا قدام يزينا بلا بلا بلا, بلا وحديث حديث حديث حديث، خلينا نقدموا نقدموا. أنا هو اكثر شنو التشالنج الجاي للافيوناف؟ اسكو درون ولا نو سي بون؟ التشالنج الجاي سور لو كور موان تيرم، التشالنج الجاي لافيوناف ان شاء الله يعني نحبوا نوصلوا نصنعوا اكثر من 120 طياره في العام، مصنع جديد ان شاء الله لوج على انفستيسمون يعني باش نوصل الشيء هذايا، مصنع جديد كومباني ماركتينغ يعني عالميه في القاره الافريقيه القاره الامريكيه والاوروبيه مره اخرى، وان شاء الله ندخلوا في ميدان الدرون زاد هذاك تشالنج كبير. وعندنا البتي بي بي هو اللي نعملوا الطائره الذكيه، تدخل طيارتك تسلم عليك تقول لك عسامة وين تحب تمشي وين تحب تمشي، راهو تخص خايب في المنطقة هذيك نصحك دور غادي ولا راك تعب شوية يعني وقاعدين نخدموا عليها، فما ناس قاعدين يخدموا عليها بذكاء يعني كل شيء يعني ان شاء الله يعني هي البرش هي البرش هكا يكون كمان سال دوبيراسيون دونك كمان لي زوبيراسيون. انا سعيد جدا اللي حولتك اليوم زاد كيف نشكر عن تاريخ نشكر فريد خوك زاد اوسي اللي هو ان انتربرونور زاد كيف كيف. دونك كان معنا فؤاد الكامل اللي هو لو سي او دو افيوناف، كان معايا في الاخراج رالي منصور، في الاخراج الرقمي امين بوستانجي، كان معكم هادي محجوب في التقديم. نعطيكم رونديفو في نفس التوقيت الجمعه الجايه ان شاء الله. تشاو تشاو، باي باي.